بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنتحدث إن شاء الله في هذه المحاضرة حول موضوع هام جدا، وهو معادلة الميزانية. معادلة الميزانية، بداية أي شخص بيفكر في إنشاء مشروع أو شركة هو بحاجة إلى رأس مال، هو بحاجة إلى تمويل، رأس مال لإنشاء المشروع. الآن لو افترضنا أنه في أنا عندي حرف تي باللغة الإنجليزية، جيد، والجهة اليسرى بدي أفترض أنه أنا عندي رأس مال مقداره 50,000 دينار، عندي رأس مال مقداره 50,000 دينار. الآن هذا المبلغ متاح ودائما بيكون على إيدي اليسرى أو في الاتجاه الأيسر من اللي هو الحمل. رأس المال المتاح 50,000 دينار. الآن أنا عشان أأسس مشروع بدي قطعة أرض، خلينا ناخذ المفردات بالجمع، يعني بدنا أراضي. هنفترض إنه عندي أراضي ب10,000 دينار، بدي مبنى، مباني، هنفترض ب7,000 دينار. بدي هذا المبنى أعمل له تأثيث وتجهيز. تأثيث يعني أثاث، وتجهيز يعني أجهزة ومعدات. هنقول أثاث ب2000، أجهزة ومعدات ب3، الآن صار عندي 22,000. يبقى أنا باخذ من 50 وبكون. هروح أشتري آلات ب5,000، صار عندي 27,000. وبدي أشتري سيارات أو سيارة، تمام، وصلنا ل 27,000، وبدي أشتري سيارة ب8، صار عندي 35,000. الآن عندي 35,000، متبقي من 50 اللي هو 15,000. هذه 35,000 لو نظرنا للمفردات هنجد إنه عندي أراضي، مباني، آثاث، أجهزة ومعدات، وآلات وسيارات. البنود الستة اللي موجودة عندي بسموها أصول ثابتة. إيش يعني أصول ثابتة؟ يعني أصول معمرة. أصول ثابتة أو أصول معمرة، يعني أنا عند إنشاء أي مشروع أنا بحاجة لهذه المكونات الأساسية في المشروع. يعني ما بقدرش أنا أنشئ مشروعي إلا يكون عندي قطعة أرض، على هذه الأرض في مبنى، هذا المبنى بحاجة إلى تأثيث وتجهيز اللي هو أثاث وأجهزة ومعدات، وحيكون عندي الآلات وحيكون عندي السيارات. الآن الصفة الرئيسية لكل هذه البنود أنها معمرة. يعني أنا مش من المنطق إني والله أشتري الأرض وبعدين أقول بدي أبيع. طب ما هي المكون الرئيسي او الاساسي للمشروع، بعدين اقول والله بدي ابني المبنى واروح ابيع المبنى بالارض، والله بعد هيك اروح اجيب الاثاث واقول والله الاثاث مش عاجبني بدي اروح اجيب اثاث اخر، ايضا كمان الاجهزه والمعدات والالات والسيارات. يبقى الصفه الاساسيه في هذه المفردات او الحسابات انها معمره وتسمى اصول ثابته. طيب انا متبقي معي 15,000، هروح أوضع مبلغ في الخزينة أو ما يعرف بالصندوق، بحط لي اللي هو 1,000 دينار في الخزينة، وبدي أفتح حساب في البنك، وبدي أفتح حساب في البنك، فنفتح لنا حساب في البنك ب4,000، وحروح أشتري بضاعة اللي بنسميها بضاعة أول المدة، وهي بضاعة أول المدة أو بسموها بعض الكتاب المخزون السلعي أول المدة ب10,000 دينار. الآن هنا هاي 15,000، هذه المجموعة بسموها أصول متداولة. يبقى عندي إيش؟ عندي على جهة اليمين حاجة اسمها الأصول، وقسمناها لقسمين، الأصول الثابتة والأصول المتداولة.
وعندي على شقة اليسار اللي هو رأس المال، رأس المال. طب الآن لو حطينا إشارة يساوي، وضعنا إشارة يساوي وجمعنا الطرف الأيمن هنلاقيه 50,000، ورحنا على الطرف الأيسر اللي هو مفردة واحد اللي هي رأس المال 50,000، وأعطناك المعادلة التالية اللي هو الأصول تساوي رأس المال. جينا المعادلة سليمة صحيحة، ممكن نطبقها بكل سهولة لما نقولها هاي جسم الإنسان هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن طرف أيمن وطرف أيسر، طرف أيمن وطرف أيسر، ولو نظرنا هنلاقي إن الطرفين متساويين، متساويين اللي هي عبارة عن الأصول تساوي الرأس المال. طيب الآن لو افترضنا إنه أنا ما كفاش رأس المال معي، جتاش البضاعة، لقيت إنه أنا في تاريخ الافتتاح وفي تاريخ المشروع أنا محتاج البضاعة مثلا بعشرين ألف زيد سي. طب الآن يا سادة يا كرام صار المبلغ هنا قديش؟ 60، وهنا قديش؟ 50. طب في الحالة هذا أنا بدي 10، أنا كيف بدي أشتري بضاعة ب20,000 وأنا مش متوفر معايا اللي هو إيه؟ ال20,000، أنا كل اللي متوفر معايا بعد ما اشتريت الأصول الثابت وحطيت 1000 دولار في الصندوق و4000 دولار في البنك، كل المتبقي معايا 10. طب أنا بدي بضاعة ب20، قال لك روح خد قرض ب10 عشان يصير هنا قديش؟ 60. خد قرض ب10. طب القرض هذا في علم المحاسبة احنا ايش بنسميه؟ بنسميه خصوم. نسميه خصوم. هستخدم لون آخر ونشوف المعادلة كيف صار شكلها في الشكل النهائي. يبقى الطرف الأيمن في حاجة اسمها الأصول، الطرف الأيسر في حاجة اسمها خصوم ورأس مال. ورأس مال. طيب الآن نحط برضو إشارة اليساوي مرة أخرى، هنروح نقول الأصول اللي هي قيمتها 60,000، هنستخدم اللون الأحمر، تساوي الخصوم زائد رأس المال اللي هو 10 زائد 50 اللي هو 60، وهيك بتصير عندنا معادلة الميزانية هنكتبها هنا، معادلة الميزانية دي تساوي الأصول، أو ممكن نحط نقطتين، الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية. طب احنا ليش استخدمنا هذا المصطلح اللي هو بديلا عن رأس المال؟ يبقى أصبحت المعادلة الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية أو رأس المال، حقوق الملكية أو رأس المال. هيك تعلمنا كيف نعمل معادلة ميزانية، نعمل معادلة ميزانية. وبالمناسبة يا سادة الكرام، كلمة الميزانية بحد ذاتها جاي من كلمة ميزان، والميزان أحد أهم خصائصه اللي هو تساوي اللي هو الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر، تساوي الطرف الأيمن مع الطرف الأيسر. تعالوا مع بعض ناخذ اللي هو مثال، ومن المثال يتضح البدء، من المثال يتضح البدء. تعالوا نطبق على معادلة الميزانية، مثال بسيط جدا إن شاء الله، وهيك نكون يعني أعطناك اللي هو التقسيم النظري للموضوع، ثم بعد ذلك أخذنا مثال للتطبيق الرقمي أو التطبيق العملي كما هو معروف. المثال على النحو التالي، بنقول اللي هو بدأ السيد أحمد أعماله التجارية بالأرصدة التالية، بالأرصدة التالية. عندنا يا سادة الكرام 1000 في الصندوق، 5000
في البنك 20,000، راضي 15,000، مباني 3,000، ثلاث 5,000، أجهزة ومعدات 7,000، قرض وراح أحط لك هاي 13,000 بضاعة أول المدة، وحط لك رأس المال مجهول، وقال لك المطلوب إعداد معادلة الميزانية، إعداد معادلة الميزانية بكل سهولة. طبعا أنا حافظ المعادلة، المعادلة بتقول الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملك. الأصول تساوي الخصوم زائد الحقوق، مش غلط لو هنا كتبنا معادلة الميزانية وحطنا. تعالوا مع بعض الآن، لو طلعت على كل المفردات، حقوق الملكية عبارة عن رأس المال، وهي شرط زائد مجهول. طيب نروح نبحث عن الخصوم، لأنه عادة بتكون قيمتها قليلة أو بتكون مفرداتها قليلة. دور على الخصوم حتلاقي مفردة واحدة. هي قرض، هاي قرض. طيب قديش قيمة القرض؟ 7,000. قديش قيمة رأس المال؟ قلنا مجهول. نحط شرط يساوي. يبقى باقي المفردات كلها اللي هي صندوق وبنك وأراضي ومباني وأثاث وأجهزة ومعدات وبضاعة، باقي المفردات كلها بتكون أصول. فبروح ايش بعمل؟ بروح اذا كنت طالب متميز بروح برتبها، بقولها هاي اراضي اللي هو 20,000، هاي مفرد. بعدين بروح بقول مباني 15,000، بعدين بروح بقول اثاث 3,000، بعدين بروح بقول أجهزة ومعدات، اللي هو 5,000، بعدين بيضل عندي اللي هو إيه؟ صندوق وبنك بضاعة أول المدة. طبعا هذه أصول إيش؟ ثابت، مش غلط لو كتبت فوقيها ثابت، هاي أصول متداولة اللي هي عبارة عن صندوق بنك وبضاعة أول المدة. تعالوا نجمع مع بعض، هاي 1,000، 5، وطبعا هاي 1,000 خلصناه، 5، وهي 13. الآن بنبدأ نطبق المعادلة بالكامل. 20 زائد 15 35، زائد 3 38، زائد 5 43، زائد 1 44، زائد 5 49، زائد 13 62. تأكد مرة أخرى، 35 38 43 44 49 و 62. طيب هنا قديش فيه؟ 7. ايش الرقم؟ هنساوي الطرفين، بقول له هاي 62. طب هنا 62 يساوي 62، عندنا هنا 7، عشان تصير 62 قديش بدنا؟ بدنا 5 و 50. لو قلنا 7 زائد 55 أعطينا 62، وهيك بنكون تعلمنا كيف نعمل معادلة الميزانية، تعلمنا كيف نعمل معادلة الميزانية. طيب
الآن بدنا ناخذ أمثلة أكثر مهنية في هذا المجال، بدنا ناخذ أمثلة أكثر مهنية في هذا المجال، بالمعنى الآن أنا عندي معادلة الميزانية بالشكل التالي، ورأس المال معلوم، خلاص صار أي رأس المال 55,000 رأس المال، تمام؟ وقال لك اعمل معادلة الميزانية، وروح بقول له معادلة الميزانية، نرجع لنفس المثال، معادلة الميزانية هاي الأصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملك. الآن الأصول بدي أحطها بشكل أفقي، تمام؟ اللي هو أراضي، أحط خط، مباني، خط، أثاث، أجهزة ومعدات، صندوق، بنك، وبضاعة، هي بضاعة تورية، وهي شرط يساوي، تمام؟ ونروح على الخصوم اللي هي عبارة عن قرض، وهنا اللي هو رأس المال. تعالوا نستخدم لون آخر، حط القيم، القيم طبعا 20,000 و 15,000 و 3,000 و 5، وعندنا اللي هو صندوق 1000 و 5 بنك، والبضاعة 13، خلينا هاي شرط اليساوي، والقرض عندنا 7 وهنا 55، طبعا نتيجة واحد، نتيجة هذا 62 وهنا النتيجة 62. طيب لا روح، ايش قال لك؟ قال لك مع افتراض، هكتبها مع افتراض تم سحب مبلغ $2,000 من البنك وأودع في الصندوق. أنا بحاجة إلى سيولة، رحت على حسابي في البنك، أخذت $2,000 وحطيتهم وين؟ في الصندوق. الآن يا سادة الكرام، الآن هذا الحدث هنعتبره الحدث رقم واحد. إيش صار في الحدث رقم واحد؟ صار في إنه أموال طلعت من البنك $2,000، بروح بحطها بين قوسين، ودخلت هذه الأموال إلى مين؟ إلى الصندوق. دخلت هذه الأموال إلى الصندوق. الآن هذه القضية بسموها تحليل أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية. نحفظ اللي هو المصطلح، أو نحفظ اللي هو الصيغة، تحليل أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية. إيش يعني تحليل أثر؟ تعالوا نشوف إيش الأثر. أنا الآن في عندي عملية مالية اللي هو سحب أموال من البنك وإيداعها في الصندوق، هذه عملية مالية، تمام؟ إيش الأثر تاعها على معادلة الميزانية؟ أدت إلى نقص بند من البنود اللي هو مين؟ البنك. طب البنك إيش تصنيفه؟ أصول. وأدت إلى زيادة بند من البنود اللي هو الصندوق، طب إيش تصنيفه؟ الأصول. يبقى أدت إلى نقص في أصل وزيادة في أصل آخر، يبقى هذا بسموه تحليل الأثر. يبقى الأثر انه زاد اصل ونقص اصل، او بمعنى ادق نقص اصل اللي هو البنك وزاد اصل. طب هل الاراضي تاثرت؟ لا، تنزل زي ما هي 20,000. المباني ما تاثرتش، الاثاث 3,000، اجهزه معدات ما تاثرتش. تعال نبدا في اول تاثير، البنك كان 1000 واجاله 2000 صار 3، الصندوق اسف كان 1000 واجاله 2000 صار 3، البنك كان في 5 وطلع منه 2000 صار 3 برضه، والبضاعة ما تأثرتش،
القرض ما تأثرش وين راس المال بقي كده. الآن لو جينا جمعنا هنلاقي انه برضه ضل المبلغ 62000 او القيمة تساوي 62000. ليش؟ لأنه التأثير كان على أصل نقص والبنك كان في 5 صار في 3 والصندوق كان في 1000 صار في 3. تعال نجمع هنلاقي إنه التأثير متوازن، أحدث حالة توازن. وهذه القاعدة اللي إحنا دائما بنقولها بعد كل عملية مالية، يعني لو أعطاك أي عملية مالية لازم التأثير يكون متوازن، لازم التأثير يكون متوازن. طيب أنا أعطيك الآن فقرة أخرى. لو قال لك تم شراء سيارة بقيمة 2000 دينار نقد، الآن في عندي حتى بدي أقول 2050 ها 2500 دينار. الآن أنا إيش اشتريت؟ سيارة. ودفعت قيمتها من وين؟ من الصندوق. طيب خلينا نسميه الحدث رقم 2 ها. زور معايا. الآن أنا لما امتلكت سيارة، السيارة إيش تصنيفها؟ أصول. يبقى الآن حبيب بند جديد أنا اسمه سيارة. وانزل هنا قبل الحدث رقم 2 واقول صار عندي سيارات ب 2500 دينار. طيب من وين طلعت قيمه السياره؟ من عند الصندوق. روح على الصندوق واطرح منه 2500 دينار. يبقى الان صار في عندي مفرده جديده او حساب جديد اسمه السيارات وزاد ب 2500 دينار والصندوق نزل ب 2500 دينار. طب تعالوا نعمل المجموع ها بشكل مع افتراضي ونستخدم لون اخر. تعالوا نعمل المجموع. الاراضي ما تاثرتش، المباني كذلك، الاثاث كذلك، والاجهزه والمبنى. تعالوا الصندوق. زمان كان في 1000 اعطيناه 2000 صار في 3، اليوم اخذنا منه 2500 ضل في 500. البنك ما تاثرش في هذا الحدث، البضاعة ما تأثرتش. حط خط جديد وبقول في عندي مفردة جديدة 2500 دينار وهي 7 وهي 55. جمع أنت لوحدك، أنا مش هجمع. جمع أنت لوحدك هتلاقي القيمة هنا بقيت 62000. طيب أعطيني التحليل، بقول له زاد أصل اللي هو السيارات ونقص اصل اخر اللي هو الصندوق، نقص اصل اخر اللي هو الصندوق. هيك بنكون انهينا محاضرتنا. طبعا هذه المحاضره في لها اكثر من مثال، اكثر من موضوع، هنستكملها ان شاء الله بعد ذلك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.